جلد الوزة، أو إن الشعر يحصل له احتباس تحت الجلد. يعني كان جالي تعليق قريب إن في أم بتقول لي أنا بنتي ظهر عندها حبوب هنا في منطقة الدراع من فوق وفي المنطقة اللي هي تحت الكوع ومالي عندها رجليها، فأنا عايزة حل. فأنا في الفيديو ده هقول لكم على علاج سهل وبسيط جدا لمشكلة جلد الوزة، وعلاج مش مكلف واقتصادي. أولا لازم نكون عارفين إن المشكلة دي منتشرة جدا وعند ناس كتير. سببها بيكون إن الشعراية مش عارفة تطلع فوق سطح الجلد. أي شعر في الجسم بيكون ليه مسار بيمشي فيه زي أنبوبة كده أو قناة، عشان الشعراية في جزء منها تحت الجلد وفي جزء منها يطلع فوق سطح الجلد، الجزء اللي احنا بنشوفه بعينينا. اللي بيحصل عندي إن القناة دي بتتسد، فبتبدأ الشعراية مش عارفة تطلع، تبدأ إن هي تلف لجوه تاني، وهي بقى بتلف لجوه بتعمل لي الارتفاع اللي موجود ده، والارتفاع ده بقى ممكن يبقى معاه التهاب، فيبدأ اللون عندي يبقى روز أو بنك كده، تحس إن هي زي حبوب كده شوية، ممكن يبقى لونه رمادي أو لونه بني أو لونه أسود ويبقى شبيه بالبقع. لأن الشعرية مش بتثبت على الوضع ده، الشعرية بتبدأ إن هي بتحاول مرات كتير إنها تطلع لأن هي موجودة في مكان مش مكانها. عندي حاجة زي الشكشكة كده، الشكشكة دي هي اللي بتعمل اللون الأحمر ده. فاحنا كده فهمنا إن الفتحة دي اتسدت. الفتحة دي بقى بتتسد ليه؟ أول حاجة ممكن يكون سبب في الجلد نفسه، ان انا مش مهتمه بتقشير الجلد عندي، يعني مش بعمل صنفره للجلد من فتره للتانيه عشان ازيل طبقات الجلد الميته. تاني حاجه عندي اهمال ترطيب الجلد، انا جلدي جاف وناشف جدا. المشكله اللي بعد كده هي زياده انتاج الكيراتين. زياده انتاج الكيراتين ده بقى ليها كذا سبب. اول حاجه ان يكون ده حاجه وراثيه، يعني انا طبيعتي انتاج الكيراتين عندي في الجلد عالي فالمشكله دي هتظهر عندي، او ان انا حد بيستخدم انواع مرطبات للجسم فيها نسبه عطور عاليه وانا جسمي بيتحسس من العطور دي، فالجسم بيبدا يزود طبقات الكيراتين كرد فعل. اللبس الضيق او لبس الخامات القاسيه او الاحتكاك في الملابس يعمل عندي مشكله جلد الوزه. اخر سبب عندنا هو ارتفاع هرمونات الاندروجين في جسمنا، الهرمونات دي مرتبطه برضو بزياده انتاج الكيراتين اللي بيسد عندي قنوات الشعر. تعالوا بقى ببساطه نقول العلاج اللي هيخفي عندي مشكله جلد الوزه نهائيا. اول حاجه عندي ترطيب الجلد، لازم ترطبي جلدك باستمرار. ترطيب الجلد بقى مش هنستخدم فيه اي مرطبات تكون فيها عطور، احنا عايزين حاجات يفضل انها تكون طوعية في الفترة دي. افضل تركيبة زيوت تعمليها هتروحي اي عطارة وتشتري زيت جوجوبا وهتشتري زيت لافندر وتخلطيهم على بعض وترطبي بيهم جسمك بعد كل شاور، والتركيبة دي مناسبة لكل انواع البشرة ومناسبة كمان في الصيف ومناسبة في الشتاء، وده طبعا لازم يحصل بشكل يومي. شوية كده زيت على ايدك وتفركي ايدك كويس وتبدأي ان انت ترطبي الاماكن اللي فيها جلد الوز عندك. تاني خطوة معانا ان انا لازم ادخل التقشير في الروتين بتاعي، اي مؤشر بتحبيه، يا سلام كده لو مؤشر طبيعي نعمله في البيت، يبقى مثلا عبارة عن قهوة وسكر واي زيت تفضليه، وتستخدميه في الصيف مرتين في الاسبوع وفي الشتاء مرة واحدة في الاسبوع، ويبقى روتين ثابت معاكي. ده هيساعدك انك تقشري كل الجلد الميت، والترطيب اللي احنا قلنا عليه هيطر الجلد خالص، فيساعد ان اي شعراية تبدأ تطلع فوق الجلد تاني. تعالوا بقى نتكلم على الجزئية اللي بعد كده، وهي جزئية الكريمات اللي تساعدني ان هي تعالج جلد الوزة. انا هقول لكم على تركيبة عبارة عن كريمين متوفرين في كل الصيدليات وسعرهم بسيط جدا. اول كريم معانا هو كريم الكربامايد، وده سعره 10 جنيه، بيحتوي على تركيز 10% من اليوريا، تركيز مرطب وتركيز فيه نسبة تقشير. الكريم التاني عندنا هو كريم اسمه ديبروسالك، وده بيحتوي على حمض السلسلك وكمان معاه مادة مضادة للالتهاب. الطريقة اللي احنا هنستخدمها كالآتي، ان انا مثلا لو عندي تضرر في الجزئية دي مثلا هبدأ ان انا اجيب كريم الكربامايد وادهن منه طبقة على الجزئية دي، بعدها بشوية مثلا 10 دقايق او حاجة ابدأ ان انا اخد نقطة صغيرة من الديبروسالك وابدأ ان انا اطبقها على المكان اللي فيه مشكلة جلد الوزة، واعمل الخطوة دي مرة يوميا لمدة اسبوعين. بعد كده بوقف الديبروسالك وبستمر على الكربامايد. هنقول بقى بالنسبه للناس اللي عايشه جوه مصر وعايزه كريم كده جاهز، او الناس اللي عايشه بره مصر، في نوعين كريم كويسين جدا، وهو نوع اسمه ايزيز سكاليا وفي نوع تاني اسمه افين اكرات. طبقوا منه مره الصبح ومره بالليل واستمروا عليه، هيجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. بس طبعا ده مع الترطيب اللي انا قلت عليه ومع الروتين التقشير اللي احنا قلنا عليه. النقطه اللي بعد كده هي نقطه ازاله الشعر. لازم تكونوا عارفين يا جماعه ان الموضوع ده طبعا ليه علاقه بإزالة الشعر أو بالطريقة اللي أنا بستخدم بيها إزالة الشعر. علميا المفروض في فترة علاج جلد الوزة أوقف أي طريقة بتشيل الشعر من الجذور. المفروض إن أنا أستخدم طرق بتشيل الشعر من على الوش، زي مثلا إن أنا أعمل طريقة الشيفنج أو الحلاقة، أو مثلا أستخدم كريمات إزالة الشعر. بس في ناس ما بتحبش كده، في ناس بتحب السويت وبتحب الشمع وبتحب الطرق دي،
وفي ناس تانية بتعتقد ان ازالة الشعر عن طريق الشيفنج هي اصلا اللي عملت لها مشكلة جلد الوزة. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ نحل المشكلة دي ان اي حد يستخدم طريقة ازالة الشعر اللي مريحاه، ولكن بشرط ان انا اليوم اللي قبله لازم اكون مصنفرة جسمي عشان اسهل ان الشعر لما يتشد ما يحصلش عندي المشكلة دي. بعد ما اخلص السويت او الشمع او اي وزيرة ازالة شعر، ارطب جسمي بتركيبة الزيت اللي احنا عملناها مع بعض. انا خلاص عالجت جلد الوزة والمشكلة انتهت، ايه الثوابت عندي؟ الثوابت عندي ان انا لازم اعمل صنفرة ما بطلهاش خالص، كرب اللي احنا قلنا عليه، لازم ترطيب الجسم بشكل يومي، ولازم كمان ان انا استمر على كريم الكربونات ده، يبقى حاجة كده معايا ثابتة في الروتين بتاعي. لو احنا استمرنا على الحاجات دي المشكلة هتتحل ومش هترجع عندي تاني، لان زي ما انتم شايفين اوقات الموضوع بيبقى ليه علاقة بهرمونات في الجسم، اوقات بيكون سببه وراثي، فلازم ان انا اكون على طول متحكمة في الموضوع عشان اعمل وقاية انه بعد ما اتعالج ما يرجعش عندي تاني.